اسمه بورتال هايبر تنشن. بصوا يا جماعه، مش عارف انتوا عارفين الكلام ده ولا لا، كان زمان دايما البطنه والجراحه بيزودوا السرطان. لما هم عملوا البطنه والسرطان مع الاطفال يعني في دروس كتير جدا جدا جدا، يعني عايز اقول لكم خاصه بتاع الجي اي تي كله والبورتال هايبر تنشن اللي هنقول النهارده والاناليز ليفر ابسس ودروس كتيره كانت اساسا هي دروس جراحه. فكانت هي بتنشرح في الجراحه، بس انا جاي ان شاء الله هتاخدوا درس زي البورتال هايبر تنشن ده بعمق. الفكره ان هي دروس جراحه بس برضه ممكن تنزل ايه؟ ممكن تنزل البطنه، حتى كنا احنا بنقول احنا كنا طلبه يعني كنا بنتكلم الجراحه خلاص الاثنين. درس زي الجونتس برضه بيمشي في الاثنين. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنقوله ان شاء الله تفصيله. والكلام اللي هنقوله ده هيمشي معاك في البطنه ويمشي معاك في الجراحه، بس معذره في نقطه يعني. احنا مش بتوع عمليات يعني ايه؟ احنا هنيجي على كلمه سيرجري هتلاقي دكتور الجراحه يقعد يفتح فيها وهيعمل ايه ونشيل ايه ونحط ايه ونركب ايه؟ احنا مالناش فيها قوي، احنا بس بنكتفي بكلمه سيرجيكال انترفيرنس وخلاص، لكن نفس الكلام الباقي هل يكون هو تقريبا. بورتال هايبرتنشن، البورتال فينس بريشر دوت بيكون من 5 ل 10 مليمتر مركري. لما البريشر فيه يزيد اكتر من 12 مليمتر مركري دي كلمه اسمها بورتال هايبرتنشن. نتيجة لهذا البورتال هايبرتنشن بيحصل تغيرات، يمكن من اشهرها ان بيفتح حاجة اسمها بورتو سيستميك شنط، بمعنى عشان البريشر في البورتال عالي قوي بيدور على مخارج، يدور على اماكن عشان يطلع فيها هذا الكبت او هذا الضغط العالي، فيفتح حاجة اسمها بورتو سيستميك شنط. لازم نراجع حته مهمه قوي اللي هي بتاعت البلاد سبلاي اوف ليفر. لو ادي الليفر بتاعنا اهو، هنا الليفر عارفين جاي له الدم عن طريق حاجتين، الهيباتيك ارتري ده فور اوكسجين ومش عايزينه النهارده، لكن جاي له عن طريق البورتال فين ده نيوتريشن. طيب هذا البورتال فين متكون من ايه؟ متكون من تو فينز اللي هم السبلينيك فين، سبلينيك فين طبعا اكيد يعني جاي من السبلين، وسوبيريور ميزنتريك فين اللي هو جاي من الانتستين. اتحاد الاثنين مع بعض بيعمل حاجه اسمها بورتال فين اللي هو بيدخل في الليفر عن طريق البورتا هيباتس. طيب لما يدخل في الليفر هيروح فين؟ هيروح فين؟ هيروح في البورتال تراك. لو ادي الهيباتيك لوبيول اهو، هنا كده كان في حاجه اسمها ايه؟ بورتال تراك فيها ارتري وفين وفيها فايتال ريفلكس. هيوصل هذا البين البورتال بين يتقسم لبرانشات وفي الاخر يديني برانش هيروح لمين؟ لهذا البورتال بين. طيب وبعدين؟ وبعدين؟ يروح داخل البلاد ساينوسويد. فين مكان البلاد ساينوسويد؟ بين كل صفين من الهيباتوسايد هنا كده في بلاد ساينوسويد، فالبورتال بين هيصب فيها. فتروح البلاد ساينوسويد تدي الغذاء لمين؟ الهيباتوسايد، يحصل الشغل بتاعها وترجع تاني لمين؟ وترجع تاني البلاد ساينوسويد. البلاد ساينوسويد المره دي هتدي للسنترال فين. السنترال فينز اللي في الهيباتيك لوبيولز كلها في الاخر بتتجمع في تو فينز اللي هم التو هيباتيك فينز اللي هم بيصبوا مباشره في مين؟ الانفيريور فينا كده اللي هو طبعا رايح للرايت سايد اوف ذا هارت. اظن الكلام ده احنا عارفينه، حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ طيب لما نيجي نقول لك بورتال هايبرتنشن يعني زياده البريشر هنا في هذا البورتال بين. طيب ايه اللي هيزود الحته دي؟ بصوا عايز اقول لكم بس ما تضايقوش يعني ما تقلقوش. الدرس ده من ارخم الدروس، فايه نركز بقى كده وامشي معاكم كلمه كلمه عشان الامور تبقى حلوه عشان ما تروحش تعيط في البيت. الدرس ده رخم ركز. بنقول لك اسباب البورتال هايبرتنشن ايه؟ ايه الاسباب بتاعتها؟ يا اما حاجات بتكون قبل الليفر بنسميها بري هيباتيك، يا اما حاجات رفعت البريشر هنا في الليفر بنسميها هيباتيك او انترا هيباتيك، يا اما حاجات بعد الليفر اسمها بوست هيباتيك. يبقى احنا عندنا بري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك. اولا بري هيباتيك يعني حاجه فين؟ حاجه في البورتال بين شخصيه
هي اللي رفع البريشر فيه. ايه رأي حضراتكم لو اتكونت هنا الترومبس وهذه الترومبس ضيقت كده؟ اخبار البريشر هنا ايه؟ عادي. طب يا دكتور ايه اللي هيعمل لنا الترومبس هنا؟ ايه اللي يعمل ترومبس في هذا المكان؟ ايه اللي يعمل ترومبس هنا؟ اقول لكم حاجه، الجواب المختصر فيركاو تريات. الاجابه التفصيليه يا اما عندي حاجه في السيرفيس في الوول يعني في البلاد فيزيت، يا اما عندي سلو سيركيوليشن، يا اما عندي هايبر فيسكوستي. فاكرين الكلام ده؟ لما قلنا ايه اللي هيجمع الترومبس في اي مكان؟ هما ثلاثه، يا اما فيلوستي يبقى عندي سلو سيركيوليشن، واحد نايم في السرير لفتره طويله، يا اما فيسكوستي، واحد دمه تقيل عنده بوليسايتيميا او اريثروسايتوزس يعني البلط الار بي سي زياده، او انتوا عارفين اللي عنده ديهايدريشن. هو اللي عنده ديهايدريشن ده مش الفلويدز اللي في البلازما دي قلت اصبحت كرات الدم بتاعته ايه؟ يعني مركزه جدا. او واحد يبقى عنده ايه كمان يا جماعه؟ كان يبقى عنده هنا في راف سيرفيس. ايه يا دكتور اللي هيعمل راف سيرفيس ده؟ انا خد تروما ولا حاجه؟ انا خد تروما، خد خبطه جامده، او في تيومر عملت انفيجن هنا. دكتور نظم الدنيا، نظم الدنيا. اسباب البري هيباتيك بورتال هايبرتنشن هي امراض في البورتال فين. يا اما يكون عندنا سلو سيركيوليشن، واحد نايم بقاله فتره طويله، او يكون السبب بتاعنا بوليسايتيميا او ديهايدريشن فعنده هايبر فيسكولتي، او يكون السبب راف سيرفيس نتيجه تروما او انفلاميشن. انت ممكن تختصر كلامك في كلمه واحده، بورتال فين ثرومبوزس. يبقى بورتال فين ثرومبوزس هتعمل ايه في البورتال بريشر؟ هتعليه. بس هل عندي مرض في الليفر؟ لا يوجد مرض في الليفر. هل الليفر اصلا هيتاثر؟ غالبا مش هيتاثر. حتى لو اتاثر هيتاثر بايه؟ بنقص الدم بس رايح له شويه، لكن مش هيحصل فيه بقى لا سيروسس ولا الكلام ده. انا اصلا ما عنديش مرض في الليفر. خلصت الجزئيه الاولى، يبقى الجزئيه الاولى اسمها ايه؟ بري هيباتيك. الجزئيه الثانيه هيباتيك، والهيباتيك دي بيقسموها، بيقسموا الانترا هيباتيك الى ثلاث اقسام. نعم. ممكن طبعا، لكن مش بنقص، ده مش نقص فظيع، وبعدين ما جاش مره واحده. لو حصل اللي انت بتقوليه ده وجماعه ترومبس هنا في يوم وليله وقفلت تماما، اكيد اكيوت هيباتيك نكروزس واتكل على الله، ده عايز ترانسفر ترانزيشن خالص. لكن غالبا الدنيا مش كده، بياخد وقت قوي. بصوا يا جماعه، الانترا هيباتيك بنقسمها لثلاث عناوين ده اناتوميكالي، يا بري ساينوسويدن، يا ساينوسويدن، يا بوست ساينوسويدن. يعني ايه دكتور بري ساينوسويدن؟ يعني قبل اي حاجه في الطريق اللي قبل ما نوصل لمين؟ للساينوسويد. طيب ساينوسويدن؟ لا يا دكتور، ده الساينوسويد زي اللي اتقفلت شخصيا ورفعت البريشر. طب بوست ساينوسويدن؟ اي حاجه بقى في السنترال بين او الانترا هيباتيك بينز قبل ما يوصل للتو هيباتيك بينز. طيب بري ساينوسويدن اشهر حاجه هي الكولهارديزس. احنا قلنا مرارا وتكرارا وهنقول لسه، هنقول لسه تاني يعني. البلهاريزيدس كبرها في الليفر تعمل ايه؟ في البورتال فايبروز، يعني تيجي فين؟ في البورتال تراكت، تيجي هنا كده في المكان ده وتعمل ايه هنا؟ تقعد تعمل هنا جرانيولوما. الجرانيولوما دي عباره عن انفلاماتوري سيلز ويجي حواليها الفايبروبلاست، تبدا تعمل لي في النهايه فايبروزس. بس ارجوك يا دكتور خد بالك، انا عندي فايبروزس هنا وهنا 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 وكل الليفر. يعني معظم الليفر فيه عنده ايه؟ ها بريبورتال فايبروزس المحصله، ها البريشر على البورتال فين عامل ايه؟ عالي، ده يؤدي الى بورتال هايبرتنشن. وعايز اقول لكم حاجه، ذا كومنست كوز فور بورتال هايبرتنشن في المصريين هو بريبورتال فايبروزس اوبن هاريزيزس. بريبورتال فايبروزس اوبن هاريزيزس. حتى في حاجه اسمها برايمري بورتال هايبرتنشن، يقول لك من غير سبب، من غير سبب قاعد يحصل فايبروزس هنا وهنا وهنا، فعمل لي بورتال هايبرتنشن. ممكن برضه يبقى السبب ايه؟ ممكن يكون السبب ايه؟ ميتاستاسيس في بعض انواع اليوكيميز بتعمل انفلتريشن للاورجنز. الانفلتريشن بيكون هنا وبيقفل مين؟ البورتال فين ده، فيؤدي الى بورتال هايبرتنشن. يعني حاجات كتيره، لكن لو انت قلت مليون حاجه وما قلتش بالهاريزينس انت مخطئ تماما. يبقى انا بقول لك عايز اكزامبل للبري بورتال او البري ساينوسويدال، هتقول لي هو كلمه بالهاريزينس. حلو؟ طيب ساينوسويدال وبوست ساينوسويدال،
ساينوسويدال يعني حاجة عليها أو اللي حواليها قوس ساينوسويدال. إيه رأي حضراتكم لو حصل فايبروزس هنا في المكان ده وخد الهيباتوسايتس وحصل نيكروزس وبريدجنج فايبروزس والقصة دي بتاعت مين دي؟ بتاعت السيروزس هيباتايتس بقى الكهوليك بقى. حتى الايد بيعمل حاجه اسمها بيليوزس هيباتايتس. بيعمل ايه؟ يقعد يعمل كافيتس كده حوالين الساينوسايت بعد كده فايبرس تيشو. او حتى فاكرين كلمه اسمها فينو اوكلوزيف؟ ايه اللي كان بيحصل في الفينو اوكلوزيف؟ السنترال فين دي اتجمعت عشان تعمل تو هيباتكس. قبل ما تبقى تو هيباتكس لو اتقفلت مش ده هيرفع البريشر في البورتال؟ بس السبب هيبقى ايه؟ هيبقى هيباتك. بس هيباتك فين؟ خوص الساينوسايتال. يبقى تاني بنقول لما نقول لك ما اسباب البورتال هايبرتنشن هتقول ايه؟ في بري هيباتك وهيباتك وبوست هيباتك. بري هيباتك اي حاجه في البورتال فين، واي حاجه في البورتال فين تعمل ثرومبوزس او عقولها اللي هي ايه؟ البركاز. طيب حاجه في الليفر يا بري ساينوسويدال الكلمه اللي هتقولها بري بورتال فايبروزس او بالهايزيزس. ساينوسويدال وبوست ساينوسويدال هتقول لي انواع السيروز الكوليك سيروز بوست هيباتيك سيروز. ممكن طبعا بوست ساينوسويدال فينو اوكلوزيف ديزيز. اسهل واحده الاخيره عشان انتوا عارفينها بوست هيباتيك سيروز. طبعا بصوا كلمه واحده عايز كده حاجات كلها في القلب وباط كياني. حاجات في القلب وباط كياني. باط كياني يعني حصل ريستراكشر في مين؟ بالكوهيباتيك فين؟ خلاص ده هيعمل ايه؟ ده هيرفع البريشر هنا، ولما يرفع البريشر هنا هيسمع. ما هو الفكره ايه؟ مش انت الكوهيباتيك دي تبقى طويل؟ فالانترا هيباتيك في بريشر زياده، والبريشر على السنترال بين عادي، وعلى السنترال عادي، وعلى البورتال بين عادي، وعلى البورتال بين الكبير عادي، صح ولا ايه؟ واحد عنده رايت سايد هارت فيلير، لونج ستاندنج رايت سايد هارت فيلير. تريكاسد ستينوزس، تريكاسد ريجيرج، كونستريكتد بريكارديتس، انفيرور فينا كيبل اوبستراكشن، كل اسباب الكاردياك سيروزس. يبقى البري هيباتيك ثرومبوزس غير كاوز. البوست هيباتيك كاردياك مع بط كياني. الهيباتيك ما تنساش كلمتين بالهاريزيزس والسيروزس. خلصت؟ يبقى ده اول عنوان. ما اجي اقول لك ايه اسباب البورتال هايبرتنشن تبقى سهله. يبقى ديفينيشن يعني البورتال بريشر اكتر من 12 مليمتر مركري. لما اجي اقول لك الاسباب تقول لي بري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك، وتنقي الحاجات الكبيره وتقولها كل واحده. ما تجيش بقى في كلام كده صغير ما يهمنيش، انا عايز الكلمات الكبيره المعبره جدا. طيب